ثم قول الله عز وجل في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الذين يقرؤون الكتاب من قبلك هم اليهود والنصارى. ومعنى ذلك من حيث العموم أن الذي يقرأ يصبح أهلا لأن يسأل، أهلا لأن يتصدر، أهلا لأن يأتيه الناس يأخذون عنه. لكن الآية قطعا إجماعا كما قال سعيد بن جبير ورواه عنه الطبري بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل، بل لا أحد يحمل من اليقين في قلبه كما كان اليقين في قلب محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لأن وجود الشرط لا يترتب عليه وجود الحكم. أنت تقول لابنك، تحثه على العلم، تحثه على الدراسة، تحثه على التفوق، على أن يبز أقرانه، تقول له: إن كنت ابني حقا فكن الأول على زملائك. فأنت لا تشك في أنه ابنك، ولا الابن يشك في أنك أبوه، لكن المقصود حثه. فأحيانا يكون الشرط لكن لا يراد به الحكم نفسه. هذا مثله قول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذا